الإكسل مش عارف يرتب البيانات. تعالى أقولك إمتى هتقول الجملة دي، وأقولك كمان إن أنت المفروض ما تقولهاش، لأن الطبيعي إن أنت تكون فاهم الترتيب صح جدا في الإكسل. الجملة دي أنت هتقولها لو في عندك بيانات زي البيانات اللي موجودة قدامي دي. دي عبارة عن مقاسات الملابس. المقاسات عندك هنا بتكون المقاسات الدارجة في السوق، اللي هي بتكون لارج أو ميديوم أو إكس لارج أو سمول، أو المقاس اللي أصغر من السمول اللي هو بنقول عليه إس إس. فانت دلوقتي لو شغال في المجال ده او في اي مجال تاني وعندك لستة او قائمة فيها ترتيب كده خاص بلغة السوق او خاص بيك انت في الشركة بتاعتك، واحتجت ان انت ترتبها، فلو جيت هنا كده وقفت، فالمفروض ان الترتيب الصحيح هنا لو هنرتب من A to Z، يعني هنرتب ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير، فالمفروض ان هو هيبتدي بالاس اس، وبعدين هيبتدي بالسمول، وبعدين اللارج، وبعدين الميديوم. بس خلي بالك ده من وجهة نظرك انت. لو جيت تقف كده وتختار A to Z، هتلاحظ ان الاكسل معرفش يرتب الترتيب اللي انت عايزه، لان هو حطلك اللارج في الاول، وبعدين الميديوم، وبعدين السمول، يعني بوظ الدنيا خالص. برضو لو حبيت ان انت ترتبه من الاعلى للاصغر او ترتيب تنازلي، فالمفروض ان هو هيرتب معاك من اول الثلاثة اكس لارج، وبعدين 2 اكس لارج، وبعدين يتنقل على اللارج، واخر حاجة هتكون المقاس سمول اللي هو اس اس. لو جيت ترتب كده من زد تو ايه، هتلاحظ ان الدنيا برضو باظت معاك، وان اخر حاجة عندك هي اللارج، ودي اللي بيعتبرها اصغر حاجة. طبعا في الحالة دي انت بسرعة هتقول ان الاكسل مش عارف يرتب البيانات، بس الاكسل هيكون عارف يرتب البيانات لو انت عارف خطوة بسيطة جدا. لو انت وقفت كده على البيانات اللي انت عايز ترتبها، ورحت على التبويبة الخاصة بالبيانات تاب داتا، ورحت على سورت، هتفتح معاك ويندو بالشكل ده. هنا هيقولك انت عايز ترتب على اساس ايه، فهنا هتختار اسم العمود اللي انت عايز ترتب على اساسه اللي هو فيه المقاسات، وهتيجي هنا. طبعا الاختيار A to Z ده مش مناسب ليك نهائي، لان هيطلع النتيجة مش مظبوطة. Z to A مش مناسب ليك، هتختار الاختيار اللي هو Custom List، يعني قائمة مخصصة. اضغط عليها كده هتظهر لك النافذة اللي موجودة قدامك بالشكل ده. هنا بقى حط الترتيب الخاص بالليستة بتاعتك بالشكل اللي انت عايزه. فانا عايزة الترتيب بتاعي من الصغير للكبير يكون بشكل ايه؟ يكون على شكل SS، فهكتب SS واضغط انتر، وبعدين اكتب S اللي هو بيعبر عن السمول واكتب انتر، وبعدين ميديوم وانتر، وهكذا بقى اعمل اللارج والاكس لارج، 2 اكس لارج، 3 اكس لارج، لغايه ما تخلص القائمه بتاعتك. بعد ما خلصتها اضغط عليها اد، هتضاف معاك وهتفضل معاك ثابته على طول. طب انت كمان هيجي عليك وقت ان انت محتاج ترتب ترتيب تنازلي، يعني من الكبير للصغير، يبقى هتشيل القائمه دي وهتكتب قائمه تانية 3 اكس لارج، وتضغط انتر، وبعدين 2 اكس لارج، وبعدين اكس لارج، لارج، ميديوم، سمول، اس اس. كتبت القايمة بتاعتك التانية بشكل مظبوط، اضغط اد وبعدين قول له اوكي. القايمتين اللي انت كتبتهم او الترتيبين اللي انت عملتهم للقايمة المخصوصة بتاعتك دي دايما هيظهروا معاك هنا في القايمة دي. بتختار منهم الترتيب اللي انت عايزه وبتقول له اوكي، بيترتب معاك بشكل مظبوط جدا. عايز تعدل الترتيب، يعني هنا من الكبير للصغير، عايز تعدل الترتيب من الصغير للكبير، هتروح تاني تضغط على نفس الايقونة دي وتختار هنا الاختيار التاني من الصغير للكبير وتقول له اوكي. هتلاحظ ان الترتيب بتاعك اصبح مظبوط جدا. بكده بيكون الاكسل عارف يرتب البيانات، لان انت عرفت ايه هي التريك اللي تقدر تدخله منها. لو عجبك الفيديو ياريت تدعمه بلايك، وشرفني بالاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفني. اشكركم جدا على المتابعة، واشوفكم في فيديو جديد.